عمون، صوت الأغلبية الصامتة. يعني مثل ما تحدثت مع جميع الصحفيين اللي كانوا برا، انه نحن بننتظر نتائج التحقيقات اللي بعرف انه نعم كوكاله نحن تقدمنا بشكوى واخذوا الاقوال وسمعوا ايضا عن المكالمات الهاتفيه والتهديد والاسماء اللي اعطيت لنا على هذه المكالمات واللي نحن بنطلب من تحديدها من بهذا العمل. هو لا يريد الإصلاح في هذا البلد، يريد أن ينقل حالة الاحتجاجات الهادئة اللي بتميز فيها الشعب الأردني، بتميز فيها الأردن عن كل المنطقة اللي حوله، يريد أن ينقلها إلى حالات من الفوضى، وهذا عمل ضد الأردن. هذا بالنهاية لا يخدم الأردن، هذا ضد النظام اللي بيعمل هذا الكلام، ضد القانون، ضد إيش يعني. إحنا لما نتحدث عن الإصلاح نتحدث عن دولة قوانين، اللي بيمارسوا أفكارهم ومبادئهم بالعصي وبالحجارة هذول يتحدثون عن شيء معاكس، يريدوا أن يخلقوا فوضى، يريدوا لا يريدون الإصلاح، لأن الإصلاح هو القانون، هو احترام القانون. أنا بعتقد هذول لازم يوضعوا عند حدهم، ولازم المجتمع كله يوقف ضدهم. وأنا بقول هذا يعني إذا بتكرر هذا الكلام معناته إحنا سارين في طريق خاطئ. إذا بتحب أعطيني نسخة من الرسالة العربية تبعها، لأنه طبعاً بصرف سهمية هي بالفرنسي وبالإنجليزي. كان في موظف في المكتب، وكانت الساعة بعد السابعة مساءً، من الساعة السابعة للثمانية بيكون عادةً شخص واحد في المكتب. دخلوا حوالي 10 أشخاص، أخذوا من الشارع في قطع حديدية للصف السيارات والباركينج، أخذوا واحدة منها كسروا فيها الباب، وهني كانوا حاملين عصي وكانوا حاملين أيضا أدوات حديدية. البعض كمان صعد من رأس الباركينج ودخلوا وكسروا الشبابيك، كسر كل مكان أمامهم، الباب الأمامي والمكاتب اللي موجودة في القاعة الكبيرة والطاولات والكراسي، يعني حتى في خزانة فيها ملفات كبوها على الأرض وكسروها. الصحفي اللي موجود جوا استطاع أنه يشوف ويسمع، طبعا كان عنده ردة فعل سريعة وأغلق الباب بالمفتاح، وفي هناك باب حديدي داخلي سكره وخرج من باب من الخلف مشان يأمن سلامته. هذا كان موضوع مهم لنا. هناك باب آخر حاول هؤلاء الأشخاص أنهم يقتحموه ويكسروه، وانكسر طرف منه، لكن لا يستطيعوا أن يدخلوا أكثر من ذلك، لأنه هناك خزانة ملفات وكتب كبيرة جدا، واعترضت على إمكانية أنه يدخلوا. الحماية أتت بعد أوامر صدرت، طبعا بعدما حصل الحادث تحركت حماية سريعة من الأمن. بالنسبة لسيارة الجزيرة اللي موجودة في، ما بقدر أعرف إذا هني انتبهوا أو لا للي حصل، لكن بقدر فقط أن أقول أنه بعد بجوز 4 أو 5 دقائق من دخول المجموعة إلى مكتب وكالة الصحافة الفرنسية كانت الشرطة متواجدة، وعند سماعهم الأرجح على صوت السيارة الشرطة قاموا بالفرار. هناك سيدة من الجوار اتصلت في الشرطة وتحركوا بسرعة. ما بعد الحادثة أشهر في حماية وفروض للوكالة؟ في حماية من مبارح المساء بعد الاعتداء، في حماية أيضا أمام منزلي من منذ مساء أمس. يعني احنا ننظر بقلق شديد الى مثل تكرار هذه الاعتداءات، وهي بالنسبه لنا مرفوضه ومدانه
غير مقبولة. نطالب بسرعة الكشف عن الفاعلين وسرعة التحقيق في تقديمهم للعدالة. بنفس الوقت دائما نؤكد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية والمهنية فيما ننشر ونكتب، وندعو أن لا يتم الاعتماد على الإشاعة في نشر الأخبار، يعني خصوصا إذا كانت لها أخبار لها حساسية من نوع خاص يجب أن نتأكد من صحتها ومن دقتها قبل النشر، يعني لا نرجع إلى السبق الصحفي على حساب الجانب المهني. بهذه الوقفة التضامنية مع زملائنا في وكالة الأنباء الفرنسية هي جزء من آلية احتجاج وإدانة ورفض للمنطق المتبع في التعامل مع الإعلاميين والصحفيين في هذا البلد، وبالتالي نحن ندين هذا الفعل ونرفضه ونسجبه ونستنكره ونطالب بإجراءات حقيقية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. غير ذلك فأنا أعتقد أن هذا الأمر يثير علامات استفهام حول الإجراءات الأمنية وحول التحقيقات التي يمكن أن تجري، لأن لا يجوز أن تلجأ تستبدل القضاء وتستبدل منطق القانون بمنطق العصا، هذا مرفوض، وبالتالي هذا أنا أعتقد نوع من الإرهاب المرفوض جملة وتفصيلا. أيضا عندما زملائنا في الفرنسية تم تهديدهم، أنا أعتقد كان الأولى أن تؤمن لهم حماية مباشرة، لأن في سوابق حدثت ونفذ عمليات اعتداء، التهديدات لم تعد تهديدات غوغائية فقط، لا، تهديدات وتنفذ. كان الأصل أن تتخذ إجراءات لحماية المكتب وحماية العاملين في هذا المكتب. يعني تكرار الاعتداء على الصحفيين من شهر واحد، من يوم 14/1 لحد اليوم، هو يمثل محاولة قوى الشد العكسي ومحاولة الفاسدين والمافيات اللي تسيطر على البلد والتي لا تريد أن تتخلى عن مكتسباتها، محاولتها كبت الصحافة وإسكاتها، لأنه الصحافة هي رديف قوي جدا للحراك الشعبي، والصحافة رديف قوي جدا لقوى الإصلاح وللقوى اللي تحارب الفاسدين. اللي شفناه خلال الشهور الأخيرة يعني محاولات متصاعدة وليست سهلة، محاولات متصاعدة لإسكات الصحفيين. شفنا صحفيين انضربوا في مسيرات، شفنا صحفيين انضربوا في اعتصامات، شفنا اعتداءات على مكاتب وإحالة صحفيين لمحاكم ووقف برامج، ويعني كمان نتذكر لما تم الاعتداء على موقع عمون وقرصنته. كل هاي الأشياء كانت عبارة عن محاولات لإسكات الصحافة والإعلام لإضعاف الحراك الشعبي. تعمون، صوت الأغلبية الصامتة. We'll be right back.